تشاريتي تي في من أسرة البرنامج، من المخرج جميل سعيد، ومني أنا تحية لكل عم بيتابعوا برنامج بلا هوية. بس أنا رحب بضيفي الموجود معي بالاستوديو، واللي هو أخذوا بقوة العمل بالشأن العام من دون ما يكون ناطر لموقع ولا مركز ولا منصب سياسي، وحتى لما النيابة بعدته كان مكمل بالعمل السياسي لأنه حب الوطن بالفطرة عنده. بسرني كتير أني استضيف النائب الدكتور فادي كرم. أهلا وسهلا فيك بتشاريتي تي في. أهلا. مش بوجهك بس بدي أقول أنه دكتور فادي كرم راقي بخصومته وراقي بتحالفاته، فبشكرك على حضورك معنا اليوم. خلينا اياكي وانا ميرسي على استضافتي، وبدوري تحيه لكل المشاهدين، ميرسي على المقدمه الحلوه. يعني صادقه، وانا بحب هالنوع من المقدمات، مش المقدمات اللي فيها استعراض. يعني بس هيدي بنحكى اكثر من هيك، بس حبيت اذا بدك هيك اخذ الاساس اللي بهمك، لانه فعلا عندك هذا الاندفاع للعمل للوطن، وحتى لدرجة انه مرات بحسك عم بتخرج شوي خارج السرب بالحزب لحتى تعمل هالانفتاح وهالتلاقي. قدي معي حق بتخرج مرات خارج السرب؟ مش خارج السرب، بس كل واحد عنده أدائه بيتميز بأدائه، وحزبنا هيك ماليابل بالأمور كأداء يومي أو كأداء سياسي يومي. أكيد الخط العام هو خط عام كلنا بنمشي فيه عن قناعة، ما بده مين يحدد الموضوع لأنه عارفينه ومنتناقش دايما فيه. بس بالأداء هيك أنا أؤمن بالقنوات المفتوحة. يعني بوقت القوات اللبنانية حذرة كتير من موضوع التواصل مع التيار الوطني الحر، وانت فاتح مع النائب جورج عطلة وبتطلع بتحكي وبتخبر وين صرته بالتواصل، والقوات حذرة. هيدا مش تغريد هيك وكأنك عم بتجرب تجرهم على مطرح بقتنع فيه انت؟ يعني استعمل عبارات تمام. بلشت بالعرض دغري؟ بلشت بالعرض دغري؟ لا تخليك شاري. اول شيء اكيد هيدا مش يعني منه بالجو رئيس الحزب والتكتل، اكيد بالجو وعارفين. هلا بعض الامور او القنوات السياسيه مش ضروري يكون في اضاءه كثير كبيره عليها، بس وقت الاضيء عليها نعم فاردناها تكون بالمكان الصحيح والايجابي، ما تاخذ شكل غلط يعني، وما تنفهم انه هي محاوله لاتفاقات صارت يعني واتفاقات جديدة صارت قبل، واللي هو اتفاق مع رب اثنين. نحن منا بهالهدف ولا بهالصدد، فحطيناها بالمكان الصحيح. أكيد أنا عم بسعى وهيدي معلنينا أنه نكون ما نسمح أنه طرف الممانعة يوصل رئيس جمهورية، وهيدي بالنسب مش بس بالمية بالمية. يعني إذا كان سليمان فرنجي هو 100% طرف ممانعة، قد ينتقلوا بعد فترة إلى طرف إلى مرشح 70% 60% لألون. فأنا هدفي من هالاتصالات ومن هالقنوات المفتوحة، وما في شيء مخفي، ما حدا عم يلعب لعبة مخفية. مظبوط، عم تطلع بتقولن على الإعلام. عم جرب أنه اتفاهم أنا والقناة المفتوحة مع التيار الوطني الحر من خلال السيد جورج عطلة، اللي هو كمان مفوض من قبل السيد جبران بيسيل، لأخذوا عطا لنوصل لقناعة مشتركة بموضوع الرئاسة حكما. بس هلأ إذا حزب الله بيتخلى عن النائب السابق فرنجية وبيكون في اسم موافق عليه التيار الوطني الحر، بيتخلى عن التواصل معكم التيار؟ اي يعني هيدي ممكن يكون الاسم اللي ممكن يتفقوا عليه هن مع بعضهم يكون ما بيوافقكم وبيحرجكم وبيكون كل تواصلكم راح دعان؟ لا عاملين حسابها هي الشغلة؟ لا ما راح دعان، اكيد عاملين حسابها. ليش قلت لك ما في شيء مخفي وما حدا في ناور على حدا، بقى كل الامور واضحه يعني، ما بدها كثير ذكاء. انا بعرف شو هني عم بيفكروا، هني بيعرفوا شو انا عم فكر. في امور بنكشفها لبعضنا يعني، بنحكي مع بعضنا فيها. اكيد هذا الاحتمال موجود، ولكن على التيار الوطني الحر وبالذات رئيس التيار جبران باسيل اخذ القرار والخيار للتموضع بالمكان اللي هو بيرتاح له، وبيدفع ثمن بعدين، او يعني بعدين يا بيلاقي جزاء هذا الموضوع يا بيدفع ثمنه. يعني محل ما انت بتتواجدي كطرف سياسي هذا هو مستقبلك. فأديكو مثلا في كتير ناس بيلومونا على انتخاب ميشيل عون رئيس جمهورية. طيب ميشيل عون مين عمله؟ مش الشعب،
من 30 على 30 سنه مين كان عم بينتخبوا ويأيدوا من الشعب. بس مثل ما في ناس لاموكم كمان في ناس شكروكم لانه بينوا او بين الحكم على حقيقته. نعم هي مش بهالهدفيه نحن مشينا، ولكن كانت نتيجه الظروف التراكميه اللي كانت عم بتصير، بدءا من انه الشعب هو كان عم بيأيد ميشيل عون على مدى 30 سنه، هو اللي صنعه. يعني الشعب صنع ميشيل عون الزعيم والقائد، قائد لمجموعه معينه. وهو فرضوا على الافرقاء السياسيين منا القوات اللبنانيه، وكانت نتيجه اخر شيء انه القوات اللبنانيه ما بقى فيها يعني سلمت بامر انه هذا ما يريده الشعب، هو بيملك اكثر تأييد نيابي، وكان عنده نوع من مشروعيه وصول رئيس جمهوريه بعكس منافسه وخصمه. هلا منافسه مش خصمه، ولكن على عكس الحاله القائمه اليوم. حال القائم اليوم صحيح، يعني المرشح الممانعة هو ما عنده المشروعية الشعبية ومشروعية التكتل كتكتل نيابي، عم بيعطوا إياها الثنائي الشيعي بمشروع الممانعة ومحور الممانعة. من لهالسبب نحن بشكل صارم ضد، ولا ممكن نتراجع بهذا الموضوع، عم نعمل كل اللازم ينعمل منا حتى تواصل نحن والتيار الوطن حر، ومش بس كقوات لبنانية، ككافة أطراف المعارضة في تواصل مع التيار الوطن الحر. يعني المسألة مش محصورة فيي أنا وجورج عطالة الزميل، ولكن التفاوض هو متكامل لحتى نوصل بنتيجة. إذا كان تيار الوطن الحر يعني له أنه يظهر من الوضع اللي نحن عايشينه، بيقدر اليوم ياخذ هذا الخيار ويشارك بانقاذ هذا الوطن. وانا متاكد انه حتى الازمه، حتى الشعبيه اللي عنده اياها اللي دخل فيها من سنوات من وقت ما استلم رئاسه الجمهوريه، في كثير من شعبيته تركته وعنده ازمه معه، انا متاكد انه بيقدر يرد قسم منها بحال رجع ظهر من تموضع نصيحة السياسي. يعني هلا عم تعطيه نصيحه؟ قايل لهم اياها بوجههم، انا شايفها، وبكره بيتاكدوا من هذا الموضوع. اذا رجعوا اصطفوا مع محور الممانعه فهن رح يعمقوا مشكلتهم ورح يجنوا على نفسهم، رح يجنوا على البلد. وهي صرت قايلها عده مرات. بس مين بقى بده يقبضهم جد اذا غيروا تموضعهم اليوم دكتور؟ لكن ما في شيء بهالدنيا ثابت، السياسه متحركه. بالمبدئيتك ما بتتغيري، ولكن بتصرفك وادائك لازم تتاقلمي مع الظروف. كل الناس عم تعمل لقاءات وكل الناس عم تبرم انه نعم. ليش ما يعني مثلا نائب صعب عم يعمل جولاته، نائب جنبلاط عمل جولاته، نائب سكاف عم يبرم، في لقاءات بينك وبين نائب عطلة، انه مش الافضل تقعدوا بمطرح واحد اللي هو مجلس النواب بدل ما كل واحد عم يعمل حركته مثلا؟ كثير منيح، نحن دعيني الرئيس بري لما دعا لحوار، ولكن الحوار تبعي له هو اللي لإدخالنا بمشروع تمرئات وتسويات ومشروع يعني ما بيؤدي إلى نتيجة جيدة. نحن قلنا له البديل هو أنه نحن كلنا موجودين بمجلس النواب، لما بتعمل جلسة واثنين وثلاثة بتكون عم تضغط علينا حتى نتفاهم وانت تشارك معنا بالتفاهم، هيك بتصير الموضوع. والاتصالات بتضلها مفتوحة مع الخارج ورؤساء الأحزاب، مش ضروري اللي قاعدين جوا يسكروا عليهم ما بقى فيهم يتصلوا بحدا. نعم بينفتح. لو بدنا نقعد ليلتين وثلاثة وأربعة مثل ما عمل مجلس النيابي في أمريكا، فنحن بنتمنى. هلا بهالمبادرات اللي عم بتصير، أنا أختلف عن المبادرات اللي كانت عم تنعمل. شو الفرق بيناتهم؟ أنا محصورة بتفاهم محدد، يعني إيه يعني ضيقنا المسافة، ضيقنا لائحة الأسماء بيننا وبين التيار الوطن الحر، واكيد على تواصل دائم انا مع اطراف المعارضه، ان كان كتائب تجدد، تغييريين، مستقلين، وبالتنسيق انا وغسان سكيف. حتى يعني غسان سكيف في بس هو كان وعدهم من الجمعه الماضيه يعطي اسم نائب سكيف، يعني قدر عطى اسماء بس ما قدر حصرها، يعني ففي تعاون انا وياه ومحصوره هون، يعني هي النقطه هون. لا الحركه اللي عملها نائب رئيس مجلس النواب اللي اسمه سعد تختلف تماما، وما كان في منها نتيجه، يعني كان في مجرد انه هو دس نبض. طيب ليوصل لمين؟ طرح شيء على الرئيس بري. ليوصل لمين دس النبض؟ مين كان بيعته؟ يعني انا بعتقد هو بالتنسيق مع الرئيس بري، مش خارجيا يعني، مجرد لا 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 تنسيق أعتقد. داخلي ما اعتقد. طيب بعتقد هيدي يعني بالتنسيق هو رئيس بري، وبعتقد سمعت شيء بالاعلام ماني اكيد انه طرح عليه للرئيس بري افكار معينه بس ما هيته الرئيس بري جاوب معه.
معقولة بتطرحوا اسم الوزير السابق جهاد أزعور وهو قدم ورق اعتماده لحزب الله من شهرين؟ أول شيء نحن مش طارحين اسمه أبدا. في أطراف لما كنت عم تحكي بحديثك للنيو تي في قلت عم تبحثوا مع التيار الوطني الحر بثلاث أسامي بيناتهم جهاد أزعور. عم نبحث، مش نحن طارحين اسمه، أنا حدد. طيب عم تبحثوا يعني موافقين؟ لا تقلك شغلة، لا خليني أقلك شغلة، وقت بتعملي مفاوضات مع طرف بدك تجربي تتفاهمي أنت وياه، بس تقولي بس يطرح عليك شيء وتقولي له لا انتهى الموضوع، لانه كمان انا بطرح عليه شيء وبيقول لي لا، يعني قلت له لا عادي الاسم على البيت، ما بكون ما في مفاوضات. اوكي انا اؤمن باللافيتو، اوكي، الا على خط سياسي، يعني خط سياسي الممانعه، هذا الفيتو تبعيتي. طب هلا كل هالاسماء هيدي عم تنطرح علينا صراحه، مش نحن طارحين. مين طرح غيره عليك؟ وانتبه مش التيار الوطني الحر طارحه، اوكي، يعني عم تنطرح يعني بهالجولات اللي عم تعملها المبادرات، واسم من هون وفي غيرهم، يعني انت بتعرفي كان في 10 اسماء مزبوط، من هالعشر اسماء وصلنا جوجلنا وصلنا انه في 2 أو 3 هلا عم ينحكى فيهم، وانا امل كبير انه رح نكون طالعين باتفاق قبل ما يندعى لجلسه قبل 15 حزيران. يعني ما في 15 حزيران، ما حدا، هيدي الرئيس كلام. بري عم بيقول انه بده يطمن المسيحيين. رئيس بري يطمن نفسه، يطمن نفسه ويدعي لجلسه، ومش 15 حزيران قبل اليوم ايش هو تاريخ، بكره يدعي لجلسه. هودي مناورات في شيء اسامي بنعرفهم متعودين عليهم من قبل الممانعه. شوفي هلا انا بدي اتمنى من الناس المشاهدين دائما يرجعوا لطرف الممانعه سنوات لورا ويشوف ايش بيطرح امور. هلا انا رح اسالك عن طرح الشيخ يزبك على كل حال، بشوف قديش هو انتبه، انا مش غلط انه واحد يطرح شيء ويخونه حساباته بتصير مع غير موضوع ما حدا كامل، صحيح، بس هن بيطرحوا شيء ما له علاقه بالحقيقه ابدا، يعني بس للتشويه ول يعني هيك رمي الفتائل ولضرب الحقائق، يعني بنيه مزبوطه لحتى يشوهوا الحقيقه. في شيء اسم ما بدكم تقولوه تما تحرقوه مشان هيك ما عم بتسموا الاسامي اللي وصلتوا لها للاخر؟ لا بس تقلك موضوع تاني، في بعض الاطراف السياسيه بتعتقد انه اذا طلع فادي كرم او اي مسؤول قواتي وحكي بمرشح معين بصير انه هيدا المرشح للقوات، لا ما انا هيك، يعني نحن وصلت لنا الاسماء، نحن ما رشحنا حدا، وحتى التيار الوطني الحر ما رشح حدا، وهيدي وحده من الركائز اللي عم نبني عليها، انه لا هن مرشحين ولا نحن مرشحين. ناطرين هالاسماء اللي عم تنطرح عم نبحثها. في شيء هن بيتمنوه اكثر من شيء، وفي شيء نحن بنتمناه اكثر من شيء. لا ولا اسم من هالاسماء مرفوضين منا كلنا سوا، ولا اسم من الاسماء بعد التقينا عليه 100%. بس على القليلة أرضية منيحة. في أرضية كتير منيحة. نائب جنبلاط وين اليوم؟ معكم أو مع كمان الفريق مش الآخر؟ بعيد. لا مش بعيد. لأنه يعني اليوم إذا بالأجواء زيتها. نائب جنبلاط الأستاذ وليد جنبلاط هدفه نخلص من هالأزمة بقى، وبيتمنى المعارضة والتيار يكونوا متفقين، بتريحوا كتير هي القصة، لأنه المقالات إذا بدك تتبعها على مدى هالفترة ومدى حركة النائب السابق جنبلاط، ناس بتقلك أنه لا هو خلص بحضن الممانعة وما رح يقدر يزعلون وما بده يرجع ل هيدي من لعبة الممانعة، يعني دايما بيرموا عكس الحقائق تماما، يعني هن بيعتمدوا على الدعاية لخوض معاركهم، ماشي دعاية بس ما في فاكتس، ما في حقائق ابدا، فبصيروا يرموا انه الاعتدال معهم وما في مشكلة، والسعودية جاي خلص تبلغنا لقلنا انه شو بسلامين فرنجية، قديش سمعنا هاي الخبرية مزبوط. شو تبين؟ ما في شيء منه، يعني ما في شيء، يعني ما بي تبي قلدكم ممكن انا المس او استشعر شيء من عند الممانعة وابني عليه، بس بكون استشعرت شيء من هني او من السعودية او من ايران او من امريكا او فرنسا، بصير ببني عليه وبحب ضخمه نوعا ما، اي ممكن نعتمدها بوقت ما، بس هني ما بيستشعروا شيء، هني بيخلقوا الفكرة بجريدة الاخبار ومطابخهم الفبركات، بيفبركوا الخبر وبيكبوه عارفين حالهم انهم مفبركينه وكبينه،
بيهتفوا من خلاله ربما للضغط على فريق ما او نائب ما او جهه او بالونات اختبار مثلا كمان قد يكون كمان بالونات اختبار مثلا. هلا بيضغطوا هلا مثلا مستقين كثير انه في تواصل بيننا وبين تيار الوطن، لانه هيدي بتعطي نوع من ركيزه لجبران باسيل يفاوض هو والثنائي. هن بدهم يقنعوه بسليمان، هلا صار عنده ركيزه ما يعني هو مش مقتنع بسليمان، بس انه بتعطيه ركيزه يقدر يواجهه. يعني يا جماعتكم المصيبه فينا نقول؟ ما بدي اسميها المصيبه، لا، هيدا حق سياسي يكون عندهم خيارهم، وحق سياسي نتفق ضد هذا الخيار. هلا طرح الرئيس بري منطقي دكتور كرم لما يقول انه مش معقول تكون المنطقه قابله الى تحولات وتفاهمات ونحن عم نتفرق جوا، يتخلى عن مرشح ويتفضل. هيدي فينا نسميها صحوه ولا كمان تندرج ضمن اطار بحسابات كل الانسانيه كلها والانظمه دائما والمجتمعات وبكل العالم بكل الحسابات بتقول لما فريق بيحكم وبيفشل بفل على البيت. هلا بتركيا عم بيصير انتخابات، طيب ليش اليوم نتيجة أردوغان ضاقت مع المعارضة أكثر ما من كذا سنة؟ لأنه في ناس عم تطلع تحاسب. بأمريكا نفس الشيء، بيطلع الجمهوري بيرجع بيخسر بيطلع الديمقراطي، ما الناس بتحاسب. اليوم الناس حسبتهم إن كان 17 تشرين 2019 لهذه المنظومة، إن كان بالانتخابات النيابية أسقطتهم، يعني هن جابوا أقل من المعارضة، ولو أنه المعارضة مش مجمعة بس اني جابوا اقل. ولو كان التيار الوطني الحر من وقتها حسم امره لكن اليوم ما في مرشح اسمه سليمان فرنجي ومرشح ممانعة. تشوفي اليوم انه هاي هي اللي قلتها بالبداية، انه الناس تدفع اسمين خياراتها. اليوم مثلا قديش في ناس كانوا ماشيين مع موجة التغيير، اليوم ندمانين. كيف صارت علاقتكم مع التغييريين؟ في كثير منهم جيدين، في قسم منهم بعدهم مو يعني مصرين على موقفهم، ما خصهم يعني بعاد بمكان اخر. بدكوا لاني شو يعني بمكان اخر؟ يعني نفسهم السياسي، فكر سياسي ومنطلق سياسي مختلف عنا نحن. ما انا مش عم بقيمهم، عم بوصف الواقع. هني منطلقاتهم السياسيه غير منطلقاتنا السياسيه، عم بحكي مش كلهم، قسم منهم في منطلقات. القسم الأكبر ولا القسم إهانية يعني؟ ايه طبعا هذا الحقيقة أنه هيك ايه القسم يعني الأكبر هو اللي بعيد عنكم. ما أكبر في توازن، في ملفات، في قسم منهم في ملفات بيتناسقوا معنا، في لا ملفات لا، في قسم منهم صرنا نحن وياهم كتير منفكر مثل بعضنا، في قسم منهم دائما مش ما بيمشوا معنا. طيب يعني انتم بعدكم لهلأ مش قادرين تأمنوا 65 صوت لرئيس جمهورية ومش قادرين تجمعوا المعارضة لو بعد. انه المعارضة كل المعارضة اللي وصلت بأصوات المعارضين للمنظومة اللي هني هلأ يقدروا 65 لأنه خسرنا 2 بالطعون، أوكي؟ صحيح. فلو انه كل المعارضة اللي كانت أول شيء 67 اليوم 65 ماشي بمرشح، نحن بننتصر بالانتخابات الرئاسية. بس للأسف عندك 3-4 وقد يكون مستقل أو التاني عنده حسابات خاصة، فلسبب تنلعب القصة على صوت وصوتين وثلاثة وأربعة. لما منكون تيار، ليش التيار الوطن الحر يوم في كتير ناس بيقولوا أوف رجع تيار الوطن الحر عم بيلعب لعبة بيضة الإبان. بيضة الإبان ايه، بس هي مسؤولية. بس اليوم اعتبروا جبران باسيل صار بيضة الإبان. عال بس هي مسؤولية. شو انه مبسوط واحد يكون بيضة إبان وبيميلها على حسابات خاصة؟ بده يميلها على حسابات وطنية، بده ياخد القرار ويتموضع بأي محور. وشو المشروع للأمام؟ إذا هو شايف المشروع يرجع يجدد للمنظومة الممانعة ويستمر البلد هيك، وهو كان عم بيقول أنه بسبب حسابات حزب الله وتغطيته لها وأوكار فساد بالدولة خسرنا ورجعنا الورا وضربنا نحن بحكم ميشيل عون وقت كان رئيس. بس اللي ما عنده مبدئية بس هو عم بيقول هو قاله. طيب بتمدد له لهذا الحكم؟ تمدد له لهالمنظومة؟ ولا بتقول له لا عدي بالبيت هلا ما بقى ما حقك تعدي بالبيت، رح ارجع اتفق انا ومنظومة تانية او
اصطفاف سياسي تاني، وبنبقى بنلتقى بعد 4 سنين بالانتخابات، 3 سنين بالانتخابات النيابية، و6 سنين بالانتخابات الرئاسية. هيك بتمشي الأمور يا ألديكو. لما بنبلش بدك طيب ما هي المشكلة، ما الناس ما بتعرف تحاسب. اوكي، فإذا ما حدا يجي يقول لي ليش انتخبت ميشيل عون سنة 2016؟ لأنه الناس هي اللي فرضته علي. لو ما أيدته 30 سنة ألديكو، ولو ما ب 2000 وسمحاله الرئيس القوي بالعهد القوي 2009 رجع عطوه ده ورئيس القوي وأيدوه 80% من الإحصاءات عند المسيحيين كانت تقول جيبوا رئيس جمهورية. هذا كان الواقع. خلينا نرجع لورا، بده يحاسب، يرجع يحاسب بوقتها مش باليوم. انت وعيت انا ضليتني 30 سنة لهم الناس في مسار بدك انه منه منيح انا 30 سنة لهم انا مانعه، بس اصروا الناس بدهم 30 سنة بدهم يشاركوا. مزبوط انه صار النائب بسيط لبيضة الابان اليوم برأيك؟ يعني انا بعتبرها، هلا بسموها بيضة ابان، انا بعتبرها مسؤولية. قلت لي مسؤولية، بس تشوف اذا مزبوط صار هذا التحول من ليكي بيضة الابان بتنتقل يعني اليوم حتى مرة التغييريين سموا حالهم بيضة الابان. ايه يوم بتشوفيها بلحظة معينة هيك، هلا شوية حسابات تتغير، اسم يتغير بصير بين حدا تاني، مطرح تاني، مطرح تاني. يعني منا لزة يعني هيدي، مش انه بطولة، البطولة هو حتى مش اربح البطولة، انجح ولا ما اربح ولا شرفية حتى. لك ايه حتى يعني لو وصلت رئيس جمهورية ومنه جيد شو بكون نجحت؟ يعني بكون فشلت. ما اصلا اثبتوا فشلهم اكثر من جهه. اوكي، انه بطلع بنتصر بالمجلس النيابي، بزقف لي شوي، بطلع انه انا ربحان، بيركض الاعلام، والله برافو طبختوها مزبوط وربحتوا. طيب بعد 4-5 ايام بلشت الصرخه، وخدي لك 6 سنين عذاب وبتتحملي مسؤوليته. ما هلا هون بده يعرف جبران بيسيل ونحن وكلنا بدنا نعرف هالقصه. هلا حزب الله ورايح باستراتيجية معينة، تغيير ثقافة لبنان وهوية لبنان ومفاهيم كل لبنان، ومش فارقة معه الوضع الاقتصادي لبيئته بالأول. مش فرقاني معه لا وضع اقتصادي ولا رأي الناس، ليش بإيران فرقاني معه؟ طيب حزب الله بدك تعرفي ما هو، من هو حزب الله؟ رجع على إيران شوف إيش في بإيران بهالبساطة. طيب طالما أنت بجو المحادثات والمباحثات، برأيك في جو قريب لأنه نشوف نشهد ولادة رئيس جمهورية في لبنان وما يستتبعه من حلول ننتظرها لنا زمان؟ ديكي في احتمال، إيه الاحتمال موجود، بس ما بقدر أكد أنه في انتخاب رئيس قريبا. مرتبط بالقمة العربية؟ في ضغط كتير كبير. لا أنا ما بعتقد مرتبط بالقمة العربية، ما بعرف كيف عم يربطوه بهالشغلة بحك يعني هيدي بشكل مباشر مع القمة. الجو العام الإقليمي والدولي ضغط لحتى يكون في رئيس جمهورية هيك. إيه هلا هيدا الجو العام، بكرة بيعمل عقوبات على واحد عطل نصاب، شو بدك من هالخبرية هيدي؟ هي خبريات تستخدم بعض الأوقات، كانوا عملوها لو بدهم يعاه. ايه أنا بقول لك لما بتفيد، أمتي بتفيد هالقصة؟ لما واحد بيكون عليه ملفات فساد ومنايمين له إياها وراح عم بيعطل نصاب، ايه ينتبهوا جماعة حبيني أدارهم مع أول الممانعة، لأنه هن عليهم ملفات فساد وبينهم ملاحقين. بس مثلا نحن كقوات لبنانية إنه إذا شفنا بلحظة معينة لازم نعطي النصاب لأنه في ضرب عم يركب أو راكب وبعدنا مش جاهزين نواجهه أو ما قدرنا نواجهه بلحظة معينة، إيه ورانا على تعطيل نصاب لأنه أنا بدي أحمي بلدي وهويتي. مسؤوليتك بتحتم عليك. إيه مسؤوليتي بتخليني إنه أعطي النصاب ما يجي هيك رئيس جمهورية، إنه راح يجي يقولوا لي عقوبات. عقوبات على شو؟ العقوبات تصدر على شيء أنت داخل ماجنيسكي أو إرهاب أو شيء. كتر خير الله يجوا ينبشوا بحساباتنا وبإرهابنا. يعني هيدي سخيفة. بس على كل حال هيدي تهديد الكل الشامل لإلا ما بتزبط. إيه اللي عنده ملفات فساد ممكن تستخدم هاي القصة ضده، بس حتى اللي عنده ملفات مش عتلين هم وطحشين وعم بعرقله وعم بعطله. مش عتلين هم، لو بدها تصير صارت مع اللي عطله قبل، اللي غرق مثل ما بيقولوا يعني رايح فيها للآخر. يعني وقت اللي ليك معلش بتعرفي كنا نسمع شغل ان احنا وصغار نربونا اهالينا، هيدي بتقولي لي كيف انه طبيعتي تربية اهل، صحيح تربية بيت، تربية تنشئة مدرسة، تنشئة او تنشئة حزبية كمان اللي هي نحن عم نعيشها اليوم.
كانوا يقولوا مثلا نحن وصغار اذا اخذت شي حبه بونبون هيك خطف من دون اذن، بدون اذن مثلا، كانت توقفني امي اما والدي اما عمي اما بالبيت، لا ردها بتطلبها، ما كلها حبه بونبون. لا يا حبيبي، اللي بتعود ياخذ حبه صغيره بتعود على كبيره، بيصيروا على كبيره. هيدي تربيه، هيديكو هي تربيه. فما في واحد يجي يقول على الخفيف وبسيطة، من بيعلق اللي فات على لعبة السرقة كان على الصغير يعلق بالكبيرة، منا بالأمر السهل. فلسبب كل واحد بده يدفع أسمين أدائه بهالحياة هاي، واليوم عم ندفع أسمين، يعني محل ما وصلنا هنا أسمين الفساد اللي انسمح سابقا. خدي مثلا واحدة من الأمور اللي عودت الشعب على الفساد، انه بيجي انه النايب بوصفك والنايب كذا، هلا اوكي الشعب ما فيك تلومين يعمل لك خدمات لك ايه، والنايب اللي ما بيعمل خدمات ممنوع هيدا ممنوع ننتخبه. اخي مش هون الحساب، هلا مش كل الناس هيك بتفكر، بس انه في قسم كبير بالناس فوتوهم بنظام الزبائنيه السياسيه، صاروا زبونات عند الاحزاب وعند المسؤولين. بدي اروح على فاصل دكتور فادي كرم، بعد الفاصل الشيخ محمد يزبك دعي اللبنانيين يرجعوا للبنانيتهم ويبدوا المصلحه الوطنيه على المقارب الخاصه. بهمني رايك بهذا الموقف وهذه الدعوه، جاهزين ترجعوا للبنيتكم؟ هلا بتقلي بعد الفاصل. فاصل واتابع ضيفي بالاستوديو النائب الدكتور فادي كرم عضو تكتل الجمهوريه القوي. أتابع بلهوية وبجدد تحية لكل اللي عم بيتابعونا عبر تشاريتي تي في، وبجدد شكري وتحيتي لضيفي النائب الدكتور فادي كرم عضو تكتل الجمهورية القوية. مرة تانية بقول لك أهلا وسهلا فيك. قبل ما أخذ رأيك بكلام الشيخ محمد يزبك، عطى إشارة المرشح لرئيس الجمهورية فرنجية بأنه هو قدر يعطل تفاهم مرمخايل، وإذا ما وصل على رئاسة الجمهورية رح يرجع هذا التفاهم. القوات اللبنانية شو بهمها أكتر، تحافظ على فرط هذا التفاهم ولا ما يوصل فرنجية؟ في يعني اذا بدك بين الكحل وال بغض النظر عن شو قال، اذا انا بوافق على هذا الموضوع يعني ودى اشارات اذا بدك. ال 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 كلهم بيمثلوا محور واحد، كان اتفاقيه مرمخايل وان كان ترشيحه، ومحور واحد. انا اواجه هذا المحور بكل طروحاته. انا ماني ضد سليمان فرنجي الشخص، وماني ضد افرقاء يتفقوا مع بعضهم. أنا ضد ما ينتج عن الاتفاق وما ينتج عن وصوله رئيس الجمهورية، لأنه هذا المحور لن يبني وسيعزل لبنان عن الاستثمارات، سيفصل لبنان عن كل شيء اسمه إنقاذ. هذا أداء أصبح واضح، أنا بدي أوصفه منه معروف، يا حوي واضح، يعني معروف وين بيودي، ومش بس بلبنان، بسوريا، بالعراق، باليمن، بإيران، يعني معروف وين. لا سليمان فرنجي ولا غير سليمان فرنجي رح يقدروا يعملوا شيء بخصوص أداء هذا المحور اللي هو محور تدميري. وأنا بدي معلش الجيل الجديد يرجع شوي ويقرأ كيف كانت العالم مقسومة بالسبعينات والثمانينات قبل ما ينهار الاتحاد السوفيتي وينهار منظومة العسكرية الشرقية اللي هي كانت الاتحاد السوفيتي. يتذكر وقتها انه كان في الكرة الارضية كانت مقسومة لاثنين، اوكي، منظومة او معسكر غربي عم بيتطور، ولو انه عنده مشاكل وعنده قصص وعنده كذا، بس عم يتطور. نعم، ويحو وصل انه اليوم هو قيادة العالم بكل شيء، بالعلم وبالاقتصاد وبكل شيء. ومنظومة أخرى كانت هلأ نحن منشبهها، يعني المحور الممانع عم يشبهها، نفس التزمت، نفس الانغلاق، نفس الأكاذيب، نفس الوهم، نحن منشبهها، أوكي؟ راح ضلت تفرط انفجرت، هي من داخلها انفجرت، ما إجوا الأمريكان ولا منظومة الرأسمالية أو الغربية فجرتها، لا، طبيعة الأمور، لأنه هذا هو المسار، نهايته انفجار. بقى ينتبهوا الجيل الجديد وينتبهوا العالم انه نحن باي اتجاه رايح. فاذا سؤالك اختار بين اثنين، انا اثنينتهم بعتبرهم وجه واحد. خلصت حظوظ قائد الجيش؟ لا ابدا. واسمه من بين الاسماء اللي عم ينبحث فيها؟ اسمه ما بينبحث بين طرف والثاني، ولو بينبحث بين اصطفاف ضد اصطفاف.
اسمه قد يكون تسوية إقليمية إنقاذية. إيه قد يكون هيك، يعني صرنا كنا بنعرف إنه إذا فشلت كل الانتخابات الديمقراطية هذا الحل الوحيد الأخير، إذا فشل هذا الطرف وهذا الطرف يوصل رئيس جمهورية، فقد يكون الحل السياسي الأخير على جوزيف، ومعقول على غيره بس هو واحد منه. ليش دعيكم ترجعوا للبنيتكم؟ بتعرفي هديك صراحة عندي اختصاص وانا كاتب عنهم كثير، هني استاذهم للشيوخ مع احترامنا لهم، استاذهم الشيخ نعيم عاصم اللي هو يعني بيكتب من زمان وخبير بتشويه الحقائق وقلبه اوكي والتمويه، يعني الدنيا بدها تذكر جوبلز، بدها تذكر الصحاف، بدها تذكر شو اسمه كان ايام انور السادات او قبل ايام يعني المشهورين يعني بالكذب على الجماهير وتسيير ايه الجماهير. لا بده يذكروا نعيم عاصم، انا يعني انا صرت ذاكرها عده مرات، انا وقت اللي بتابعه على التلفزيونات وكذا بصير بضحك يعني لانه عنده قدره فظيعه، يعني عنده اختصاصه هو هذا الموضوع الوهم والتمويه والضبابيه، وبيقلب الحقائق والشيء بيتميز فيه كثير هو انكار الاخر، يعني ما في مش موجود الاخر مش موجود. هلا في طرف بيجي بيقول لك انا ضد هداك الطرف، اوكي بس هذا ما انت مش موجود، يعني مثلا خدمه لخبريه على نحن نرجع لبنانيتنا، ليش هن مؤمنين بلبنان اللي نحن بنيناه؟ هلا ما تنسى انه دائما هن جاهزه اتهامات العماله وانتم بتتواصلوا مع اسرائيل وانتم هذا موضوع ثاني، ما حدا تواصل مع اسرائيل وكل عمره متواصلين مع اسرائيل، ما شيء جديد، هن والنظام السوري مباشره وغير مباشره، مش هون الموضوع. انا ما رح فوت هلا بقصص طيب في إلا دلالة إنه هن محشورين عم بيجربوا يقربوا منكم مثلا، عم بيجربوا يفوتوا بتفاهم معكم إذا بدنا نعطف هيدا الموقف على لا موقف الرئيس بري؟ لا عم بيجربوا يزحطونا مثل ما زحطوا غيرنا، بس ما بيقدروا يزحطوا. لا أكيد ما بيقدروا يزحطونا لأنه نحن بنفهم لعبتهم ونحن مبدئيين بعدين في جذور لا. في جذور منا هيدي جربوها من زمان ماشي جديد. بعدهم قادرين يستعملوكم بعبع لبيئتهم برأيك؟ بيستخدموها بعض الأوقات، بس أنا بعتقد لك كل هالألعيب هيدي وهالشطرات هاي بدها تنفضح بالنهاية، ما فيهم ضلوا ماشيين فيها. يعني لك بيقدروا يعملوا جبهة، بيقدروا يعملوا مواجهة، بيقدروا يعملوا تجيش، بس ما بيقدروا يبنوا. ما قال لك كل شيء أنت إذا ما بنيتي بالنهاية أوكي، كل معاركك اللي ربحتيها ضد الخصم إذا ما رجعتي بنيتي ما إلى معنى، لأنه خدي مثلا 14 أدار، طيب إجت ثورة الأرز انتصرت على محور الممانعة كان وقت النظام السوري، ما بنينا دولة بس مش الحق عليهم، بس خسرنا الحق على حلفائكم اللي عملوا تنازلات وقدموا وعملوا تسويات. لا ما عم بقلك أنا عم بقول لأنه استلمنا جوهرة اسمها ثورة الأرز، ربحنا المعركة وما قدرنا بنينا بلد، ما قدرنا بنينا عليها. فكيف اليوم؟ كله اجوا هني مار مخاين وما بعرف شو، استلموا الرئاسة، استلموا السلطة اللبنانية، محور الممانعة، دمروا لبنان. يعني إذا نحن ما بنينا بلد بس على قليل حافظنا على مستوى معين من العيش والاستثمارات والسياحة والاقتصاد والمصارف وكل شيء، حافظنا عليها. يعني طلعي 14 أدار استلمت الدولة من 2005 حتى فينا نقول 2014 بنقول، وحتى قبل يعني 2012 2013 بلشت تفقد هذا الموضوع، اوكي؟ اجت الممانعة استلمت البلد بهالمرحلة هاي، وين وصلتنا؟ دمار كلي. ورغم هيدا دكتور إذا بتعمل انتخابات نيابية مبكرة النتائج ما بتجي كتير متغيرة. إيه لأنه الخداع مثل الشيخ يزبك ونعيم قاسم وصفي الدين وغيرهم مسؤولين بيطلعوا بيقولوا لك ما نحن صرنا 40 سنة عم نحضر تنستلم البلد. هيدي الحقيقة، بيطلع رجعوا للبنانيتكم. يعني بتعرفي شر البلية ما يضحكوا. ايه كتير يعني كتير يعني ما هلا اكيد عم بيحكوا مع ارضيتهم وشعبيتهم وبدهم يضلوا يعني يكذبوا عليها لحتى يضلوا معيشينا بإبنوتيزم، اكيد مغناطيسيا نايمين للشعبيتهم اكيد،
بس انه عميم تمروا هاي القصه بقى علينا يعني ما لاقيني لا تستاهل لا تستاهل يقلنا كيف يعني نحن خسرانين لبنانيتا وهو لبناني يعني نحن بالرغم من انه هو كيف عم ينتمي من قلبك دكتور إيه؟ انه هو بالرغم من انه ينتمي الى مفهوم ولايه الفقيه والى مشروع اسلم على الطريقه الشيعيه اللي منطلق انتبه مش معناتها كل الشيعة منطلق من ولي الفقيه مشروع توسعي عم بيشيعوا سوريا عم بيحاولوا يستولوا يعني العراق واموالها لبنان عم يجربوا انه خلص يكون تابع له بالرغم من كل هذا المشروع له عيني قلنا رجعوا لبنانيتكم شو في عنده شيء من لبنانيه هو ولا شيء لا لا تفكيره لا منطقه لا ثقافته لا ما شيء طب اليوم المسيحيين اللي قاعدين على جنب ما بيتحملوا مسؤوليه دكتور فادي كرم في طبعاً. عندك بعض المسيحيين محزبين واضحه طبعاً. بس في عندك مسيحيين بيعتبروا انه هن كمسيحيين بس دورهم يصلوا ما دورهم لا يشتغلوا بالعمل السياسي ولا ومعلي بدي اتوجه للمشاهدين لانه بتعرف تلفزيون يعني غالبا صحيح بيتابعوه كل الفئات ولكن غالبا تلفزيون مسيحي في كتير مسيحيين بيعتبروا بس دورهم انه يصلوا والعمل السياسي غيرهم لازم يعملوا هذا الشيء له علاقه بالحرب برايك بعد ما رجعنا للانتماء للدوله لا واخطر من هيك لا هن بينتموا للدوله انتبه بس تحكيهم هاو انا لبناني انتبه شو ليك بدافع عن حاله تما ياخذ خيار او تما يأيد خط سياسي، انا لبناني ماني مع حدا، كيف لبناني ماني مع حدا؟ اذا كنت لبناني بدك تكون مع تصور سياسي، المؤسف بهالمجموعه من الناس المستسلمه و هيك باسيف حدا غيري يشتغل وبيرجع بحاسبك وبيتهجم عليك حبيبي نحن قدمنا الاف من الشهداء تبقي لبنان، تبقيت انت طب حتى بيحملوا الكنيسه مسؤوليه دكتور بيحملوا شو ما كان لانه هن بيقولوا لك ويني بكركي مثلا ويني الكنيسه سلبيين وبصيروا انه خليني بقعد ببيتي وبسكر الباب بامن اكلاتي وشرباتي وخلص ليك العيش البيولوجي هو خروج من الانسانيه يعني مش الانسانيه انه بس اني ما اضرب وما اكذب وما اعمل وما اسرق وما اتعدى حدا وانه جيب تاجر بالوزنات كمان وجيب حيوان عايشه معي بالبيت هيدي مش هي الانسانيه هيدي هي شيء من نتائج الانسانيه يعني الحياه الطبيعيه الروتينيه اللي ما لك فضل فيها يعني هيدي طبيعيه وهيك ربنا بده ايانا نكون انت شو عم بتقدم للانسانيه شو الوزن اللي عم تتاجر فيها شو وينك انت بس تقعد كلهم يعني كلهم وما بدي اياهم وما بدي السياسيين، طيب مين بده يبني البلد؟ اذا انت مستسلم وقعد بيتك ما بدك تتعاطى، وانا عم روح اقدم حالي وربما حياتي و ايه حاسبني لما بعمل غلط حاسبني ولما بعمل صح ايدني هيدا بيكون العمل الصحيح وين؟ امبارح فاجئني انه الشعب التركي 90% منه صوت اوه رائعة عندك 45 وهذا نموذج مختلف عن نموذج الاستفتاء السوري هذا نموذج فيه نوعا ما ديمقراطية طبعا ديمقراطية حقيقية فرقوا عن بعضهم 3% وخي عندك الخيارات كلها نزل واختار وحاسب في قسم من اللبنانيين اختار التغييريين هالمرة اوكي عطوك على قد توقعاتك فليكن حاسبهم او رجع ايدهم القوات نفس الشيء التيار تحاسب سقط كثير بشعبيته بالسنوات الماضية ها روح حاسب فلهالسبب ما بتقدر تقعد بالبيت 40% من اللبنانيين قعدوا بالبيت خطيره هذا رقم كثير كبير خطيره هلا قلتي لي ليش؟ لانه يعني اصلا هو بتربيتنا بالاساس هو هيك يعني انت ذكرتي كنيسه في كثير من الشارع المسيحي والفئات المسيحيه ربيوا ببيوتهم انا واحد منهم ممنوع تدخل بالاحزاب لا توجع راسك بالاحزاب والسياسيين وتعقري وفي هذا الانجيل وكون ادم يا ابني ونجاح بدرساتك وعمل عائلتك مع انه الكنيسه بتعليمها بتدعيك للانخراط بالعمل السياسي لمصلحه الوطن اللي انت فيه لا الكنيسه ضروري تتدخل من اجل الرعيه هلا ما تشتغل سياسه اكيد بس انه في بس الرعايه بيشتغلوا ترعى يعني شو تعطي تعليمات او ارشادات او تعطي وجهة نظرة اللي هو
ممكن تكون علنية، هي علنية. كان بهمني هذا الموضوع نضوي عليه، لأنه في كتير بيعتبروا حالهم محايدين نفسهم، هني ما عليهم شغل إلا يصلوا، علما أنه الصلاة كتير مهمة. وهيدي دكتور فادي كرم رح يقدروا يطلعوا حاكم رياض سلامة كبش محرقة برأيك، ولا توريته رح يوري تغيروا معه؟ تعرف شو يعني صار هلا من الأساس، وكأنه لكل قضاء هناك من الأساس. نحن قلناها من الأساس، ينشال سوريا المصرفية عن كل مسؤول بالإدارة اللبنانية، وتبدأ المحاكم بالقضاء اللبناني، بدءا من حاكم مصرف لبنان، تنفتح على كل الوزراء والوزارات والإدارات بالدولة. ما قبلوا، لكن كيف عم بتروح القصة؟ هيك بتبلش مكافحة الفساد يعني برأيك؟ مكافحة والمحاسبة؟ ايه طبعا، مكافحة الفساد تبدأ من مصرف لبنان، ولكن لازم تروح للآخر. اني كان بدهم اياها. لا بقصد بموضوع السريه، لانه فيها تكون من يعني في هذا الموضوع اصلا منه كتير دقيق وظابط. رفعنا، لا رفعنا السريه المصرفيه سنه، وطلبنا تجديدها كمان. ايه بس انه شو صار بهيدي السنه؟ ماشي، ما عملوا شيء، ما تحرك القضاء، لانه معقول حدا يحاسب حاله؟ حدا، ما هي السياسيين المنظومه بدها تحمي حاكم مصرف لبنان تتحكمي نفسها. هلا وصلت لمحل انه خلص بدها تطلع براسه تتطلع هي برا. بس ليك انتبه، منا يعني لعبته مش ظابطه. ليش مش ظابطه؟ حتى لو حاولوا يعني طلعوك مش محل، كل الناس ولد صغير بيعرف انه هو كان عم بيسهل لهم فسادهم. يعني هو، انا دائما بستخدم هالكلمه، مهندس المالي لمنظومه الفساد. فانا بعتقد يعني هو بيعترف بالهندسات الماليه بالنهايه، هو بسميها هيك طبعا. بس هي طلبوها منه، ومن 2011 هو كان عم يحكي بهذا الموضوع. انا بتذكره، انا ما كنت نائب وقتها، كان يقول انه اذا استمرت الدوله في سياسه الاستدانه رح نمر على الانهيار. كذا مره هو نبه منه، بس ما طلع منه، يعني راح عملها. يعني نبه ورجع نفذها، وهو سهلها بادارته. فلسبب ايه ديكو، في احتمال يجربوا يطلعوك بش محرقه، بس ما رح نخليهم، ما رح نخليهم، رح نضلنا وراهم تما يكون هيك القصه. دفاعا عنه ولا تتكشفوا الحقائق كلها؟ لا شو دفاعا عنه، نحن بدنا يروح على المحكمه. اكبر القضاء هو اللي مقصر، القضاء اللبناني، روح جيبه. شو هالحكي هذا؟ قال ما بيلاقوه. طلعت القاضي غادة عون كذا مره مذكرات غادة عون، هي اكثر مسيء للحقيقه. ليش؟ لانه بدها تروح باتجاه واحد تعملوا كمش محرقة تتحمي غيره. ما هيدي هي كانت عم تعمل غادة عون، مشكلتها استنسابيتها، ومشكلتها الحقد اللي عملته. قاضي ما في يكون حقود، هالحقد اللي عملته على اطراف معينة، على طرف معين الموضوع. هلا هل يعقل انه كل القصة هيدي محصورة بانطول صحناوي وبكم مسؤول بالمصارف وبحاكم مصرف لبنان؟ لك ما تركيبة فساد راكبة من التسعينات لليوم على كل على كل التلزيمات والمشاريع والوزارات والصناديق والكذا. مش رياض سلامة كان عم انه هو لوحده كان عم بيعمل كل قصة الفساد وضلوا باقي؟ ما هي كان كلها راكبة مع بعضهم. هيدا الفريق بياخدوا هالوزارة، وهذا الفريق هذا بياخد هالصندوق، وكانوا عم يتحسسوا عملية التلزيمات وهالأمور هاي. فهي بدها تروح بس حاكم مصرف لبنان، كم مسؤول مصرف صادرناه هون قرض الحسن ما تحركت فيه. يعني ما هو خارج السيستم المصري في القرض الحسن. العظيم ما هي قاضية، يعني هي مثل جمعية، مثل يعني بكرة نحن ادعينا عليها من شهرين وما تحرك المدعي عامل تمييزي فيها. وبكرة عنا مؤتمر صحفي أنا وزملائي توني حبشي وسعيد أسمر من مجلس النيابة لنحكي بهذا الموضوع. المملكة اللي بتنقسم على نفسها بتخرب دكتور، والقضاء انقسم على نفسه. أوف، ما نحن ما عنا قضاء. نحن مشكلتك أنه قضاء عنا قضاء معين وقضاء غير مستقل. عم نشتغل على موضوع استقلالية القضاء. استقلالية القضاء كمان بدها قضاة على قد يعني، ما كمان تعملي له استقلالية ويطلع هو منه منيح كمان، هيدي مشكلة. فنحن عم نحاول انه استقلالية القضاء عن القرار السياسي والافرقاء السياسيين تيكون حر بمعالجة الامور. وقال له شو تشكي على شو ما كان، مين برد عليك؟ هيدي انفجار يعني العالم كيف عم تنظر لنا اليوم؟ انفجار مرفأ، ما في شيء.
لا بالعكس، الملاحقين بهذا الموضوع عم افرجوا عنه، عم يطلعوا عم يعملوا مؤتمرات وافرجوا عنه، وربما ايه في منه مظلومين، بس افرج عنهم والقاضي رح يفوت على الحبس اللي كان عم بيحقق. شيء مش معقول. طب خريطة طريق الإنقاذ والحل تبدأ برئيس جمهورية من دون سلة مرتبطة برئيس حكومة وحاكم، ولا لازم يكون في سلة تتفقوا عليها من ضمن بيان وزاري؟ تقليك شاري، هني حاولوا يعملوا السلة فخ لبعض الأطراف، طلعتوا منها، ما خلينا هون مشوا، لأنه مش لقلنا نحن ما بنعلق بالفخ، بيعرفون هني بس بيعرفوا لأنه نحن محصنين على هيك أمور، بيروحوا بيحاولوا يعزلونا. شو بيعملوا؟ بيحاولوا مثلا بركي بياخذوا الطرف بس ما انتم متنزلين عن السلطه ومتنزلين عن كل شيء، قد ايه بدهم يعزلوا تيعزلوا؟ ما في، لا يعزلوا ليكي كيف، ما نحن انت مضطره تعملي جنب، لا عندكم طموح تعملوا رئاسه جمهوريه ولا فهرقاني معكم تفوتوا بالحكومه. بس تقلك وين انت عايزه، كيف العزل بيصير؟ ايه انت بحاجه لمجموعه اصطفاف سياسي تتعملي توازن مع الطرف الممثل. صحيح، وهيدا كان ب 14 اذار، وكنا بنتذكر كيف كسروا 14 اذار لانه صاروا ياخذوا واحد بالمفرق اخذوكم. عافيك، بعرفوا في طرف واحد ما بيتاخذ بالموضوع. هو القوات، يعني فينا نقول كتائب كمان، بس انه في هو القوات الطرف الكبير ما قدروا ياخذوا هيك، شو راحوا على سياسه العزل لإله. اليوم عم بيجربوا من جديد هالموضوع بس مش ظابطه معهم، يعني اليوم متراصين متماسكين، بعدين القوات هي الطرف الكبير اللي عم تخوض المعركه. اوكي، طالما الكبير عم يخوض المعركه بطريقه متماسكه وقويه، فما صعبه انه الاطراف الاصغر يفلتوا، حتى انا باكد لك انه ما بدهم يفلتوا، يعني مثلنا مثلهم صرنا نشبه بعضنا 100%. كيف تعدتوا تصلحتوا مع الكتائب؟ كيف تزبطتوا الوضع؟ أنا كانت اخر شيء بلغت الامور حدا؟ بعتقد المصالحه في الشيء الطبيعي اللي كان قبل ما انه الطبيعي. كيف تقدروا تلغوا الحالة غير الطبيعية؟ يعني مين اقتنع؟ بالنقاش، بالاستمرار بالنقاشات، بالأخذ وعطاء، بأنه بينا الأمور، وين الأمور الاستراتيجية اللي اختلفنا عليها، وين الأمور التافهة اللي ما كان لازم نختلف عليها. يعني فينا نقول مصالحة نهائية مبروكة؟ حتى ما تسميها مصالحة، أنا رجعنا نحن ماشيين سوا، تشنقلنا. طيب وكنتوا بفترة بهدنة كتير يعني واضحة بينكم وبين المرضى، ليش هلأ رجعتوا؟ لا هدنة ما في، مش هدنة، لا علاقة طبيعية. كنتوا عملتوا قنوات تواصل وزبطتوا الأوضاع؟ وبعدها بنضلنا بناخد نعطي نحن وياهم، وأنا بلتقي فيهم. يعني هيدي ما بتنفي أنه ترفضوا مرشح ولا الرئيس بيمشوا بسمير جعجع؟ رئيس؟ حبيت السؤال بس ما هو ما بده، بيقولوا لك هو مش مرشح لا حاله. لا لا شو هالحكي؟ هو تنازل عمل ام الصبي. هيدي مش هيدا مش الواقع، بتعرفي ليكو الواقع ما بيمشوا فيه، بيمشوا ما بيمشوا فيه، ولو هني محترمين حالهم لانه قايلين انا بهيدا التموضع هون، انا هيدا حلف وهيدا هويتي السياسيه وهيدا محوري. يعني رفضكم لا يؤثر على الهدنه القائمه وعلى القنوات؟ انا ما بسميها هدنه، صارت علاقه طبيعيه، عليها طبيعية ما فيها رجعة لورا، في أمور أبدا على القليلة من جرحيتنا، لأنه نحن كتير تعاطينا معهم إيجابي وهن تعاطينا معنا إيجابي بالمناطق اللي بنتشارك المسؤولية فيها، يعني كورة صغرتها بالزيت، وفي أمور منترحق إنمائية، أمور تنظيمية بالمنطقة، بلديات بنتفاهم نحن وياهم عليها. مين اسم رئيس الحكومه اللي ما ممكن القوات اللبنانيه تقبل فيه بعد انتخاب رئيس للجمهوريه؟ لا هيدا موضوع ما بنحكي فيه، تتركوه للشارع السني؟ نحن بالنسبه للقاء اللي اطلقوا اكيد لهم كلمه الوزير ريفي، اكيد لهم كلمه، لا لا ما بنفوت فيها هيدي، ولا اكيد هن الكلمه الكبيره، اكيد الاطراف اللي رح تكون معنا بمعركه الرئاسه إلى الكلمه الاساسيه، وهي كثيره وبدهم يحكوا مع بعضهم، وانا ماني شايف خلاف سني سني، يعني بيتفق اهيا، ولكن الخلاف رح يكون مع حزب الله، لانه شو ما طلع من بده يحط اصبعه بكل، اكيد هو عم يسيطر على البلد، هذا الفرق بيننا وبينه، انه حتى انا لو رئيس جمهوريه ورئيس حكومه ماني انا راضي عنه، بدي اتعاطى معه بايجابيه، وين بيكون عم يشتغل، لانه وصل، اذا هذه الحياه الديمقراطيه، هاي الحياه الديمقراطيه. طيب كيف رح تقدر هو ما هيك
لانه لحظه اللي بيفقد السلطه انتهى مشروعه اللي ضم لبنان لمحور الممانعه. طب كيف رح تقدروا تلغوا من البيان الوزاري جيش وشعب ومقاومه الثلاثيه؟ هو بالنسبه لنا الغيناه يعني نحن هني صاروا امر واقع غير قانوني هلا بالحكومه، بس بيضل في مواجهه يعني تسير، ما هيدي وحده من الامور الوسطى. انه منه ازمه البيان الوزاري شو ما اجى بقلبه؟ لا لا ازمه، ونحن ما بنقبل فيها ابدا، اصلا ما قبلنا فيها قبل، يعني وقت كنا على طاوله الحكومه تحفظنا على هذا الموضوع، واصلا قبول الافرقاء 14 ادار بهذا الموضوع هو اللي وصلنا له. يعني هالمره القوات اللبنانيه حاسمه؟ لا لا ما بقى بكون تغنجوا الحلفاء. لقلك ليش؟ لانه مساله مصيريه صارت، صرتوا انتم فينا نقول يعني بكل رياحه انه القوات اللبنانيه راس الحربه بالمعركه لمنع حزب الله من التمدد. طبعا. ومن طبعا، وهذا اللي بده اياه الشعب اصلا، والا ما كان انتخبنا. الشعب هلا عم بيحاسبنا على شو؟ هلا عم يجي قلنا ايه نحن مقتنعين انه انتم فيكم، بس هل بتقدروا؟ يعني بدكم بس هل فيكم؟ هذا اللي عم بيسالنا الناس، انه شو؟ انه نحن متكلين عليكم لانه احنا عندنا ثقه انه انتم بدكم، بس فيكم؟ يعني هذا السؤال هون، ونحن عم نفرجي انه ضمن الامكانيات اللي عندنا اياها، ضمن القوه اللي عندنا اياها، ضمن ال 19 نائب اللي عندنا، ضمن المعارضه، عم نعمل اللي فينا وعم نتابع نروح نبني عليها، لانه انت مش عمليه سحر يعني، مش طبعا مش بيزبط الدولار اذا ما غيرت المنظومه، تهديم ومش سريع، ومش بيرجع الودائع اذا ما حسبت هودي الفاسدين، ومش بيزبط البلد وسياسته وبيرجع الاستثمارات اذا ما خلصت من الدويله. ما هودي شروط من الشروط، وهون المعركه، وهون فينا ولا ما فينا. الهدم سريع بس البنيان بياخذ وقت. بعد ما بلشنا من الهدم، بعد ما بلشنا نبني. مزبوط. بعد ما بلشنا نبني. بدي بالاخر نختم بهيك رسالة إيجابية منك دكتور، لأنه أنت إنسان إيجابي بطبيعة الحال. إيه طبعا. وعطول رغم كل الأزمات ورغم كل المواجهات ورغم كل الصعوبات بيضل عندك هيدا النفس الإيجابي. بحب أختم بدعوة، يمكن برسالة ما بعرف تكون هيك فيها هيدا النفس الإيجابي. أنا بقولها دايما مع كل يعني مع عائلتي، مع أولادي، مع اللي حولي، مع كذا، بتعرف كل الناس تعبانة، كل الناس مضغوطة قرفانة، حتى مع زوجتي، مع الكل، بقول ما فيني أعطي أنا كمسؤول أمل. أوكي؟ ليش؟ لأنه أنا عم خد معركة. منك وحدك على الساحة. 100% وعم خد معركة. وهي المعركة أنا بأكد إذا صمدنا، ضلينا صامدين على مبدئيتنا، نحن رح ننتصر ورح نسترد لبنان من الشيخ يزبك. ولو بعد حين. أوكي. ولو بعد لو ما اخذ وقت. وهون القصه قديش ما بعرف، بس المعركه تستاهل، لانه معركه مصيريه، معركه هويه، معركه بقائنا. اللي منه مستعد يخوض هاي المعركه بيتعب. منه مستعد وبده يغادر، ما فيني اقول له ما تغادر، بس بدي اقول له انك تخليت عن بلدك، استقلت من دورك. ايه انا ما بدي استقيل من دوري، وفي كتار مثلي ما بدهم يستقيلوا من دورهم، مش لانه مش قادرين يسافروا، وانا قادر سافر، بس ما بدنا، لانه نحن بالنسبه لنا ربنا ارادنا مناضلين لبقاء لبنان. وقال لك ان خلقنا بحيالله مطرح ثاني 100% بالعالم. يختار الانسان هو هون معنا بهالمعركه، او هو منه بهاي المعركه وما بيعني له بقاء لبنان، ما بيعني له بقاء ارض جدوده والتاريخ وكذا. وساعتها ما فيني اقول له ما تغادر وما يعني لك، ما فيني اقول له. هلا بس بدي اقول له شغله، شعوب اوروبا ما غادرت وبقيت. هلا فهمت شعاركم مش هينه تكون قوات. اي طبعا مسك ب طبعا. ليكي بدي اسالك، مين طرح هذا الموضوع بفرنسا لما المانيا احتلت فرنسا؟ مين طرح هذا الموضوع بكثير من الدول تم صار احتلالات لها؟ بالعكس، قامت الشعوب كل واحد عمل دوره تبقي الوطن. بالنهايه الاحتلال بفل، وهيدا نحن هلا عم نعاني من احتلال، هذا احتلال ثقافي فكري اللي عم بيمارسه محور الممانعة علينا، عم بجرب يغير كل مفاهيمنا الديمقراطيه. بدنا نواجهه، واجهنا الاحتلال السوري، واجهنا الاحتلال الفلسطيني، ورح نضلنا نواجه
هيدي هي الوقت. أقول حال كمان مع احترامنا لكل الطوائف، بس نقول للمشاهدين أنه بي الاتحاد الأوروبي هو مسيحي ملتزم وأعلن مكرم من 2021 روبير شومان، يعني المسيحي عنده دور وما بيقدر أنه يتنازل عنه ولا يتخلى عنه. بشكرك كتير دكتور فادي كرم على حضورك معنا، هالحلقة الممتعة كانت معك، نتمنى لكم كل التوفيق بكل الشغل اللي عم تعملوه، لأنه نحن بحاجة نوصل للجمهورية القوية. شكرا لك مشاهدين، لهم تخلص حلقتنا برنامج بلا هوية، بشكركم على متابعتكم، إلى اللقاء.